فضيلة الشيخ، إمام كبر صلاة المغرب ونسي أنه إمام، سهى لأمر يعني أشغله، ثم قرأ سورة الفاتحة وسورة وشرع في السورة التي بعد الفاتحة سرا، نعم، ثم تذكر ثم أعاد قراءة الفاتحة. لا بأس. نعم، فالسؤال يا شيخ كذلك، لو كبر، لو قدر أنه كبر وهو إمام، يعني كبر ولم يقرأ سورة الفاتحة سرا جهرا، فماذا على المؤمنين؟ يعني أعاد التكبير من جديد؟ لا، مثلا هو الآن هو قرأ سورة الفاتحة ثم بدأ بسورة بعد الفاتحة، نعم، فلو قدر أنه كبر، كبر يعني الركوع، ركوع نعم، نعم، أنه إمام، فماذا على المؤمنين؟ هل عليه يكبر؟ يعني غاية ما هنالك أنه لم يجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة سنة مو واجب، لو تركه الإنسان عمدا فلا شيء. والمؤمنين لم يسمعوا قراءة الفاتحة ولم يقرأوا الفاتحة هم؟ لا، المأموم لا بد أن يقرأ حتى بالجهرية، المأموم لا بد أن يقرأ حتى في الصلاة الجهرية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا من المغرب بفاتحة الكتاب. هم ينتظرون من الإمام يقرأها حتى يقرأونها بعده، ايه، ولكنهم انتظروا ثم ما يعني، أقول هذا قريب منهم، كيف ينتظرون هذا المدة الطويلة؟ لأن قراءة الفاتحة وسورة بعدها طويلة ولم ينبهوه، هذا غريب منهم، الظاهر أنهم حتى هم بعد غشيهم من السير، ولكن الواقع أو بل المتوقع أنهم ينبهون. على كل حال، من صلى ولم يقرأ الفاتحة يجب عليه إعادة الصلاة، لا بد منها، فأن تبلغهم أن يعيدوا صلاتهم إذا كان لم يقرأوا. هم الآن لها سنين هذه أو أشهر، الآن لا بد من الإعادة.